لما وضع إبراهيم إسماعيل وأم إسماعيل في ذلك المكان الذي لا يوجد فيه أحد، تعد عنهم كذا ورفع أكف الضراعة، أصابه شيء من الشعور الأبوي، الوجد، الحنان، الاشتياق، ما له إلا أن يقول لي في قلبه: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. يقول ابن عباس: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن من الوجد على إسماعيل وأمه. يا الله، شوف أحيانا أنت في حياتك يحبس اللسان، في مشاعر ما تقدر تطلعها بالدعوات، تمسك بهذا الدعاء: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، تمسك به ها، وأبشر: إنه عليم بذات الصدور.